هكمل معاكم ان شاء الله الجزء الثاني من المحاضرة السادسة، واللي تناولت فيها معاكم استراتيجية الشراء بالكمية المناسبة والرقابة على المخزون. وسبق ان انا قلت لكم اني انا بحاول اقسم المحاضرة على اكتر من جزء عشان يبقى فيه سهولة وسرعة في رفعها على منصة البلاك بورد وتوصل لكم طبعا ان شاء الله تمام. يعني احنا تناولنا في هذا الفصل الشراء بالكمية المناسبة او الكمية الاقتصادية للشراء. وهذكر برضو وانا بعرض في الجزء الثاني ده اني بقول ان هذا الفصل بالتحديد فصل بيتناول جزئين مهمين جدا مرتبطين ببعضهم ارتباط قوي، اللي ازاي انا اشتري باستراتيجية شراء اقتصادية يعني كم مناسب اقتصادي نموذجي، وفي نفس الوقت اربطه بالرقابة على المخزون، لان حسب حركة الرقابة على المخزون بقدر احدد الكمية اللي انا هشتريها ووقت اعادة اصدار امر الشراء او امر التوريد. بالنسبة للكمية الاقتصادية للشراء احنا عرضنا المتغيرات والعوامل، وبقول في متغيرين حكيمين جدا وانا بعرض، اللي هي تكلفة الشراء وتكلفة التخزين. وعرفنا ان تكلفة الشراء بيتحكم فيها متغيران جزئين اساسيين في المعادلة، اللي هي تكلفة اجراءات الشراء او تكلفة التوريد او اصدار امر التوريد او اصدار امر الشراء. وقلت مش هخليكم تحسبوها علشان الوقت بتاع البابل اللي متحدد لنا، فاحنا على طول هنجيب لكم تكلفة الاجراءات، وانت خدتوا في شابتر كامل اجراءات الشراء، فكل الاجراءات دي بنحسبها لكل امر توريد على حدة. فتكلفة اجراءات الشراء اللي هي التكلفة المتغيرة للشراء مش الثابتة، ثابتة مش هاخدها في الاعتبار على الاطلاق، هذه التكلفة بتجيلك جاهزة في التمرين. اما عدد اوامر الشراء والتوريد واحنا بنعرض دلوقتي في الجزء الثاني من المحاضرة، وبندي تمرين تفصيلي عن كيفية تحديد الكمية المناسبة او الكمية الاقتصادية للشراء. هنحدد فيها عدد اوامر التوريد، بنحددها ازاي وبنحسبها ازاي ومعادلتين. لو عندي عدد اوامر التوريد وتكلفة اصدار الامر، عملية بسيطة كده، ولا كأني في المرحلة الابتدائية، عدد الاوامر في تكلفة اصدار الامر، دي تكلفة الشراء، زي عدد كيلوات حاجة في تكلفة شراء، يديني تكلفة الشراء. تكلفة شراء عدد مثلا اللترات اللي انا اشتريتها في تكلفة اللترات دي، وهكذا العدد في التكلفة، بين تكلفة الشراء. هي النقطة ان انت ازاي تحسب العدد، تحسب التكلفة، ومعظم الحاجات دي بتجيلك جيفنز جاهزة في التمرين، فانت لازم تكون عارف كيف يتم الحساب، كيف يتم. وتكلفة التخزين قلنا عندي متغيرين، والتكلفة السنوية لتخزين الوحدة بترتبط بعناصر التكاليف، وليش اشرحها لك ديت جيبها لك جاهزة عشان اقلل الوقت اللي انت بتحسب في ضوءه. وتكلفة التخزين قلت بتتجاوز عن 25 عنصر تكلفة، وعرضت لك منهم 10 في الجزء الاولاني، وقلت لك بجيبها لك جاهزة التكلفة السنوية، بس بحسبها لك بتجميع هذه العناصر اللي هي عنصر واحد جوه مخزن كل عناصر التكاليف الخاصة بيه، وبقسمها على عدد العناصر، يديني التكلفة السنوية لتخزين واحد، أو بحسبها بنسبة تكلفة التخزين. يهمني أحسب متوسط المخزون، متوسط المخزون هو كمية الشراء أو حجم الأمر أو حجم التوريد على 2، أو ما كانش عندي يبقى مخزون أو المدة زائد آخر المدة على 2، لكن غالبا في الأجزاء دي إحنا بنتعامل بحجم امر التوريد. قلت عندنا 3 طرق في تحديد الكمية الاقتصادية للشركة، 3 طرق.
الطريقة البيانية الرياضية، لأني مش هقدر أحسب بياني إلا لو عملت الأشكال الأول الخاصة بيها البيانية، وعملت جدول رياضي وترجمها في هذا الجدول الرياضي، أخد من الجدول الرياضي أحطه على البيان. في الطريقة البيانية هتجد، وأنا بعرضها لك دلوقتي، إن في علاقة عكسية بين كمية الطلب اللي هي كمية الشراء اللي هي الكمية الأقصدية، وبين كل من تكلفة الشراء وتكلفة التخزين. يعني إيه؟ يعني لو زاد حجم أمر التوريد، يعني لو زاد حجم الشراء، يعني لو زادت كمية الشراء في كل مرة، كمية التوريد في كل مرة، كمية الطلب في كل مرة، كمية بشرية كبيرة كتيرة، هيحصل ايه في المخزون؟ ده انا شاريه كمية ضخمة 100,000 وحدة، هيحصل فيها ايه؟ شاريها مرة واحدة، شاري كمية كبيرة 100,000 وحدة مرة واحدة. ابص في الشركة، ايه ده انا ما عنديش مخازن، هحط ده كله فين؟ هستخدم مخازني وممكن اجر مخازن، او هعدد المخازن اللي عندي تبقى كتيرة جدا. ده كل ما بتزيد الكمية اللي بشتريها بحتاج مخزن اكتر، ومعاها بقى كل عناصر تكاليف المخزن اللي قلنا عليه، فهترتفع تكاليف التخزين. يبقى العلاقة اهو، كل ما بتزيد كمية الطلب او الكمية الاقتصادية بتزيد تكاليف التخزين اللي هي الاحتباط بالمخزن. طب لو قلت، لو انا بدل ما اشتري 100,000 واحدة اشتريت 10,000، الله ده عشرهم، ده كمية تقل قوي، ده مخازني هتكفيني خالص وزيادة، لا عايزة اجور ولا ايجار كتيرة ولا عمال اكتر وتكاليف مناولة ولا تأمين ولا تلف ولا تقادم ولا اهلاك ولا الله، التكاليف قلت جدا. فكل ما هتقل الكمية هتقل تكاليف التخزين. طب هيحصل ايه في تكاليف الشراء؟ عكسها. تكاليف الشراء السنوية او التوريد السنوية هتقل. ليه؟ انا بشتري مرة واحدة. يعني ايه مرة واحدة؟ يعني في امر شراء واحد، يعني مش هتتكرر اجراءات الشراء ولا مراحل الشراء ولا خواطر الشراء الا مرة واحدة. مثلا ال 100,000 هشتريهم على مرة واحدة. يبقى تكاليف الشراء تقل. لكن لو اشتريتهم على مرات، يعني تتكرر 10 مرات مع عمليات الشراء دي، لا التكاليف هترتفع. فاذا كل ما كمية الشراء تزيد تكلفة الشراء تقل. لكن كل ما كمية الشراء تقل قوي، يعني هزود عدد مرات او اوامر الشراء، يبقى كل مرة هتتكرر تكاليف الاجراءات هترتفع هنا تكاليف الشراء. ازاي بحسب عدد اوامر الشراء او التوريد؟ عدد اوامر الشراء او التوريد بتتحسب بايه؟ هي الاحتياجات السنوية لجهة الاستخدام عايزاها، او الجهة الطالبة، او المشتري الصناعي، ودي بيجي لك جاهزة في التمرين، اجمالي الاحتياجات السنوية كده. طب حجم امر التوريد هو اي؟ دي الكمية اللي انا هحسبها، دي الكمية الاقتصادية، دي كمية الشراء اللي انا هحسبها. يبقى اجمالي الاحتياجات على حجم امر التوريد النموذجي اللي انا هحسبه يديني عدد الاوامر. يعني احنا بعد ما نحسب الكمية الاقتصادية، لو اسألك في سؤال ما هي عدد اوامر التوريد في الحالة دي، تقول لي الاحتياجات كانت كذا، يبقى الاوامر الاحتياجات على حجم الشراء في الامر الواحد يديني عدد الاوامر. طب جميل. طب متوسط المخزون ايه هو؟ احنا لسه قايلين ومن شوية، متوسط المخزون انا لسه قايلاه في المحاضرة، الجزء الاولاني من المحاضرة دي، وقايلاه وانا بعرض دلوقتي، عبارة عن حجم الأمر اللي هي حجم أمر الشراء أو أمر التوريد على 2،
أو المعادلة الثانية مخزون أول المدة زائد مخزون آخر المدة من نفس الصنف على 2. وإحنا غالبا المعادلة اللي بنستخدمها هي حجم أمر التوريد على 2. ليه بحسب متوسط المخزون؟ عشان أجيب التكلفة السنوية لتخزين الوحدة. وقلت من شوية وبكررها تاني إن التكلفة السنوية لتخزين الوحدة دي أنا هجيبها لك، هجيبها لك في التمرين. لكن تكلفة تخزين الأصناف دي قد إيه؟ أقول لك، ما أنت لسه حاسب متوسط مخزون الصنف ده، وأنا مدياك جاهز التكلفة السنوية لتخزين الصنف ده. ما أنت لو ضربت متوسط المخزون في التكلفة السنوية لتخزين الصنف ده هيديك تكلفة التخزين اللي هي تكلفة الاحتفاظ بالمخزون. وغالبا بنخفف الكلام بنقول تكلفة التخزين على طول. يبقى تكلفة التخزين هي متوسط المخزون بضربه في ايه؟ التكلفة السنوية لتخزين الوحدة. التكلفة السنوية لتخزين الوحدة هديها لك في التمرين عشان اقلل الوقت بتاع الحساب. طب متوسط المخزون؟ ما انت يا ابني هتكون جبت حجم امر التوريد، هتكون جبت الكمية النموذجية اللي هي كمية الطلب، تقسمه على 2 يديلك متوسط المخزون. وقلت ده اعرضه في تمرين كامل تفصيلي قدامكم دلوقتي. طب تكلفة الشراء ايه هي؟ عنصرين مضروبين ببعض. وانا قلت تكلفة الشراء او تكلفة التوريد نفس المعنى، نفس المعنى. هي ايه؟ عدد الاوامر. عدد الاوامر لسه المعادلة قدامنا، هي قدامنا اهي. عدد اوامر الشراء، عدد اوامر التوريد مضروبة في ايه؟ في تكلفة اصدار الامر الواحد. وقلت لك من شوية وبقول لك تاني ان تكلفة اصدار الامر مش هخليك تحسبه، مش هديلك اجراءات زي ما اديتها لك في فصل من الفصول. وبقينا اقول لك احسب تكلفة كل اجراء وبقينا احسب تكلفة الامر، لا، انا هديلك تكلفة اصدار الامر جاهز. انت عليك تجيب عدد الاوامر ومعادلة عدد الأوامر جاهزة، وما نعمل جدول رياضي هتلاقيها قدامك على طول، مش هتحتاج إنك تحسب، أنت حاسبها مقدما هتلاقيها موجودة على طول، والموضوع هيبقى سيستماتيك وسهل وبسيط جدا، هنوضحه دلوقتي. طب التكلفة الكلية، التكلفة الكلية عبارة عن إيه؟ التكلفة الكلية عبارة عن تكلفة الشراء اللي أنت حاسبها اللي قدامنا زائد تكلفة التخزين في كل مرة أنا هحسب بيها، لأن في الجدول هنعمل كذا مرة أو كذا حالة. عبارة عن تكلفة الشراء زائد تكلفة التخزين. تكلفة الشراء زائد تكلفة التخزين. مش لازم نقول تفاصيل كتيرة، إجمالي التكلفة الكلية للاحتفاظ بالمخزون، مش لازم. تكلفة التخزين على طول، تكلفة الشراء على طول. يبقى تكلفة الشراء زائد تكلفة التخزين تديني التكلفة الكلية. واحنا لسه قايلين هنحسب ازاي تكلفة الشراء وهنحسب ازاي تكلفة التخزين. اوضح ده بياني علشان التمرين اللي زي ده بيقول لي وضحوا بياني رياضي، وضحوا بياني رياضي. في الشكل البياني الاول ده بوضح فيه منحنى تكاليف الشراء، العلاقة بينه وبين كميات الشراء. رسمالك محورين، محور أفقي ومحور رأسي. المحور الأفقي اللي تحت ده، ده عبارة عن كميات الشراء، والمحور الرأسي ده التكاليف. بنلاحظ ايه؟ كل ما الكمية اللي اشتريتها كبيرة قوي، يعني أنا بادية من الصفر، لو خدت كل المحور الأفقي للآخر واشتريت كل هذه الكمية، نجد على المحور الرأسي إن عند الكمية دي التكاليف قليلة قوي، فوق الصفر بحاجة صغيرة. لو أنا قللت الكمية لنص المحور الأفقي هلاقي المنحنى بيطلع لفوق صاعد، يعني يمشي معايا
من اليمين لليسار، صاعد طالع لفوق. طالع لفوق معناها ايه؟ كل ما الكمية تقل معناها التكاليف ايه؟ ترتفع، لان لما كانت الكمية كبيرة اشتريتها على مرة واحدة، امر واحد، المراحل ما تكررتش، فالتكلفة قليلة. لكن هقللها معناها اشتريها على مرتين او ثلاثة او اربعة او خمسة، لغاية ما المنحني يطلع معايا فوق، فوق خالص عند المية دي. فالله ده المحور فوق خالص، معناها ان انا اشتريت كمية صغيرة قوي، يعني على المحور الافقي كمية صغيرة قوي، بس التكاليف بقت فوق عليت جدا. ليه؟ لان كل ما اشتري كمية صغيرة معناها هعدد عدد الاوامر، في كل مرة مراحل 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 مراحل، التكاليف هتتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة، فالتكلفة بتاعت الشراء هترتفع. فمنحنى تكلفة الشراء قدامنا هنا بياخد اتجاه عام من اليمين لليسار لأعلى، وهو منحنى صاعد. صاعد يعني كل ما بتقل الكمية اللي بيشتريها التكلفة بترتفع نتيجة زيادة عدد الأوامر. طيب بمثل العلاقة في المنحنى التاني بين تكلفة التخزين وبين كميات الشراء. تكلفة التخزين وكميات الشراء، وقلت بدل ما بقول تكلفة الاحتفاظ بالمخزون السنوية أقول تكلفة التخزين على طول، وكمية الشراء نفس الوضع. عندي محورين، المحور الأفقي في الكميات اللي هشتريها وتتخزن، والمحور الرأسي التكاليف اللي هتحملها. لو انا اشتريت كمية كبيرة جدا وخزنتها، كمية التخزين هتبقى كبيرة، فتبقى اقصى يمين المحور الافقي. كل ما الكمية اللي بشتريها تزيد ابتدي من فوق، منحنى تكلفة التخزين يبتدي من فوق قوي، من فوق قوي من ناحية اليمين، التكلفة تبقى عالية جدا. ليه؟ لان اما اشتري 100,000 وحدة او 50,000 وحدة عايزة مخازن وعمال، وفي كسر وتلف وتقادم وفي تأمين وفي ضرائب وفي عروق اسعار، تكاليف كتيرة قوي معايا. فكل ما الكمية تزيد هلاقي ابتدي منحنى تكاليف التخزين يبتدي معايا من عند الكمية الكبيرة قوي، من اقصى اليمين، يعني التكاليف تبقى فوق قوي هتزيد، يبتدي ينزل لي على تحت يعني يقل، هابط. منحنى تكاليف التخزين هابط، يبتدي ينزل معايا، يهبط. يهبط ليه؟ لاني لو اشتريت نص الكمية اللي انا بشتريها وخزنتها هوصل لنص المحور الافق، هنلاقي منحنى التكاليف بينزل معايا. لو نزل معايا وبصيت على الجانب الرأسي الخاص بالتكاليف هلاقي التكاليف بتنزل لتحت بتقل. ده هي كانت عالية قوي فوق لما كانت كمية كبيرة، هبتدي تقل معايا، تقل معايا. لو أنا بقيت في كورنر هذا الرسم، يعني أقصى الشمال عند أول نقطة فيه، يعني اشتري كمية صغيرة قوي عند الكميات، المحور قفل عند الكميات عند أول نقطة، أول نقطة هلاقي كمية صغيرة قوي قوي. فالكمية الصغيرة اللي هشتريها دي لو بصيت ناحية التكاليف ومديت خط عليه هلاقي التكلفة تنزل قوي، تنزل في الارض، هتبقى قليله جدا. ده باين كده قدامي ان منحنى تكاليف التخزين شكل خط مستقيم، شكل خط ماشي كده، وان العلاقه بين كميه اللي هتشتريها وتتخزن وبين التكاليف شبه طرديه، علاقه خطيه. كل ما الكميه تزيد التكاليف تزيد، لاني بخزن كميه اكبر وبخزن جوه اكتر من مخزن، وتعدد كل عناصر التكلفة. فهنا التكاليف دي كل ما الكمية عندي تبتدي تقل 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 لغاية ما انزل للاخر خالص، اخر الخط، اخر هذه العلاقة الخطية والمحور الهابط بتاع منحنى تكاليف التخزين، الكمية قليلة. الكمية القليلة دي معناها ان هخزن في مخزن واحد ومفيش تعدد في التكاليف.
لو مديت خط على محور التكاليف الرأسي هلاقي التكاليف قليلة جدا. ففي ضوء العلاقة الخطية دي هنجد كل ما بتزيد كمية الشراء واللي هخزنها تكلفة التخزين تزيد، كل ما تقل كمية الشراء واخزنها تكلفة التخزين تقل. ده بالنسبة للعلاقة بين في الرسم البيان في المحاور بين تكاليف الشراء وتكاليف التخزين. طب عايزين نمثل كل دول في رسمة واحدة، شكل واحد، نحط المنحنيين مع بعض كده في شكل واحد، تكلفة الشراء مع التخزين في شكل واحد، نحطهم مع بعض. لو حطيناهم مع بعض هجد إن المنحنيين دول هيتقاطعوا مع بعض عند نقطة، لو حطيناهم مع بعض هجدهم هيتقاطعوا عند نقطة، النقطة اللي هيتقاطعوا عليها هي اللي هتحدد الكمية الإقصادية للشراء أو حجم الشراء النموذجي، وبالتالي منها أقدر أحدد عدد أوامر الشراء. يعني لو أنا عملت رسمة جديدة لمنحنى تالت اللي هو منحنى التكلفة الكلية وحط فيه منحنى تكلفة الشراء اللي عرضته من شوية وحط فيه منحنى تكلفة التخزين، منحنى تكلفة الشراء شفته كان صعب، منحنى تكلفة التخزين كان هابط، أحطهم فيه وابتدي أعمل منحنى تالت اللي هو منحنى التكلفة الكلية، هتجد إن منحنى تكلفة الشراء بيتقاطع مع منحنى تكلفة التخزين لأنهم عكس بعض، ده صاعد وده هابط. عند نقطة، النقطة دي لو نزلناها على محور الكميات حدد الكمية الاقتصادية، وعلى محور التكاليف تحدد لي تكلفة الشراء والتخزين، ولو عملنا منحنى التكلفة الكلية هحدد فيها التكلفة الكلية زي ما هوضحها لكم دلوقتي. اجي منحنى تكلفة الشراء صاعد ومنحنى تكلفة التخزين هابط، اتقطعوا مع بعض عند نقطة، تقابلوا مع بعض عند نقطة، تقاطعوا مع بعض عند نقطة، النقطة اللي تقاطعوا عندها لو نزلت منها عمود على محور الكميات هتحدد الكمية المناسبة أو الاقتصادية أو النموذجية للشراء، دي كمية الشراء. طبعا لو قسمت إجمالي الاحتياجات على الكمية دي يجي عدد الأوامر على طول. عايزة أعمل منحنى التكلفة الكلية، هاخد السايد بتاع منحنى تكلفة الشراء، يعني جزء بتاع منحنى تكلفة الشراء اللي على اليمين وجزء منحنى تكلفة التخزين ووصلهم ببعض، هيجيني منحنى التكلفة الكلية، هيبقى عامل زي الطبق كده قدامك وليه قاع جنبه اليمين وجنبه الشمال، القاع بتاعه بيقابل نقطة تقاطع منحنى تكلفة الشراء مع التخزين، بيقابل نقطة التقاطع ده، نقطة التقاطع اللي بتقابلها دي هي أقل تكلفة كلية ممكنة، يعني في منحنى التكلفة الكلية اللي الناحية اليمين بتاعتها بتقابل منحنى تكلفة التخزين والناحية الشمال بتاعتها بتقابل منحنى تكلفة الشراء، لما عملنا المنحنى ده اللي عامل زي الطبق اللي قدامك ده، أقل نقطة فيه القاع دي بتقابل نقطة تقاطع منحنى تكلفة الشراء مع التخزين، النقطة دي لو وصلنا منها عمود على منحنى التكلفة الكلية تبقى دي أقل تكلفة كلية ممكنة للشراء والتخزين مع بعض، ودي الكمية الاقتصادية للشراء، ودي أفضل وضع بياني في هذه الطريقة تتحدد عندها هذه الكمية. نوضح هذا الكلام في شكل تمرين قدامنا، التمرين الرياضي في مجموعة من البيانات بيقول لي شركة كذا عايزة من المادة دي تحدد الكمية الاقتصادية، مادة ألف، بيقول لي الاحتياجات بتاعتي 1000 وحدة، تكلفة إصدار أمر التوريد بتقول لك جاهزة أهو 100،
تكلفة السنوية للاحتفاظ بالوحدة الواحدة 2 جنيه خلاص. وبقول لك في بيانات أخرى، اما اقول لك في بيانات اخرى انا مش كاتبها لك هنا دلوقتي، بس معناها ان التمرين ممكن يبقى 5 6 7 سطور، في انواع كتيره من البيانات والتكاليف. لكن انا حاطه دول في التمرين ليه؟ لان لما تيجي تحسب الطريقه دي هتركز على ال3 بيانات دول بس. يعني ايا كان عندك من بيانات جوه التمرين تطلع 3 بيانات اساسيه: الاحتياجات السنويه اللي هي ال1000، تكلفه اصدار الامر اللي هي ال100، تكلفة تخزين الوحدة السنوية اللي هي 200، ونبتدي نعمل جدول من عدد من الأعمدة، وهنمسك عمود عمود نوضحه قدامكم بالراحة جدا. العمود الأول بنقول عدد الحالات. يعني إيه عدد الحالات؟ يعني هشتري مرة ولا هشتري مرتين ولا كده؟ هو أنا لما أشتري هقوم صفر يعني ما أنزلش؟ لا هنزل. يبقى أول حالة اسمها 1. يعني لما أقول الحالات هو السيريال نمبر بتاع العد العادي بتاع حياتنا 1 2 3 4 5. يبقى هنزل مرة ادي 1، هنزل مرتين ادي 2، طب هنزل 3 ادي 3 مرات، لا هنزل 4 ادي 4 مرات، طب هنزل 5 ادي 5، طب 6، طب 7، طب هنزل 10. يبقى انا عندي عدد الحالات هنزل كم مرة. طب هو احنا هنقعد نكتب كده كده ونعمل الوقت ضيق؟ لا، ده انا هدي لك تمرين هتمشي. انا بمشي لك دلوقتي رأس، بس انت لما تيجي تحل هتمشي افق، بس انا عشان افهمك هتمشي حالة بحالة. الحالة اللي هتلاقي عندها اقل تكلفة كلها تقف عندها ومش هتكمل الجدول، بس انا بشرح لك. طب الحالة الاولى، بصوا يا جماعة كمعادلة سجلوها في راسكم، سجلوها في مخكم، ما تتنسيش على الاطلاق. عدد حالات الشراء هي عدد اوامر التوريد. اكويشن كده في مخك، معادله في راسك ما تتنسيش ابدا. ايه هي؟ عدد حالات الشراء تساوي عدد اوامر التوريد. خلاص خلص. عدد حالات الشراء هي عدد اوامر التوريد. خلاص. طيب جميل. اذا لو هشتري مره واحده يبقى امر ايوه، طب لو هشتري مرتين يبقى امرين ايوه. لو كنت قدامي في تفاعلي كنت سالتكم دلوقتي، طب لو هشتري 3 مرات ايه يا اولاد؟ قد ايه؟ تقولوا لي 3. طب لو هشتري 4 مرات تردوا عليا تقولوا لي ايه؟ 4. طب لو هشتري 5 مرات عدد الاوامر ايه؟ تقولوا لي 5. طب لو هشتري 10 عدد الاوامر ايه؟ تقولوا لي 10. لاني لسه بقول دلوقتي اكتب في مخك وراسك معادله ما تتنسيش ابدا: عدد حالات الشراء تساوي عدد اوامر التوريد. طب جميل. طب الخانه الثالثه اللي انت حطاها دي ايه؟ يا سيدي دي حجم امر الشراء. هو انت حاطه حجم امر الشراء؟ اللي هي الكميه النموذجيه للشراء. يا خبر ابيض، اللي هي الكميه الاقتصاديه اللي احنا هنحسبها. ايوه. اللي هي حجم امر التوريد. ايوه. اللي هي حجم امر الشراء. ايوه. وانا سلسلتهم لك، اجي متسلسل قدامك اهو مسلسلات، بادية من أول عدد الأوامر التسلسل. عدد الأوامر 1، حجم أمر التوريد 2، وبعد كده مش هقول الباقي لأني همسك واحد واحد. طب العمود ده بيتحسب إزاي؟ يا سيدي أنا قلت لك أيا التمرين كان قدامك فيه مليون بيان، طلع لي 3 بيانات بس حطهم قدامك واعمل الجدول ده. 3 بس؟ 3 بس. اللي هي الاحتياجات، واللي هي تكلفة إصدار الأمر، واللي هي التكلفة السنوية لتخزين الوحدة. طب جميل. طب أنا هستعمل إيه؟ عشان تحسب العمود رقم 2 حجم امر التوريد اللي هو الكميه الاقتصاديه، بند الاحتياجات. هو الاحتياجات عندي كام هنا؟ 1000. على ايه؟ على العمود الاولاني. ايه هو العمود الاولاني؟ عدد الاوامر. يطلع لي العمود الثاني حجم امر التوريد في كل مره. يعني ايه؟ يعني لو قسمت ال1000 على 1 يدي لك حجم امر التوريد في الحاله الاولى. حجم امر التوريد يعني الكميه الاقتصاديه اما اشتري على مره واحده 1000. ليه؟ 1000 على 1 يساوي 1000. طب ده جميل جدا. طب لو هشتري على مرتين؟ يا سيدي حجم امر التوريد على 2. ما انا بقولت لك هات بند اجمالي احتياجات التوريد واقسمهم في كل مره على العمود اللي هو عدد الاوامر. يعني الاحتياجات على عدد اوامر يوريني في كل مره الكميه الاقتصاديه او حجم امر التوريد. ايوه. نمشي طيب ونشوف الكلام ده صح ولا مش صح. طب 1000 على 1،
الله ألف. طب ألف على اتنين، ما هو العمود التاني اهو بيتحسب بالاحتياجات على عدد الأوامر، يبقى ألف على اتنين فيها 500. طب ألف على تلاتة، الله اداني الكمية 333. طب ألف على أربعة، ألف على أربعة اداني 250. أكمل طب ألف على خمسة اداني 200. طب ألف على عشر اداك 100. يبقى أنا أحط في راسي كويس جدا إن العمود التاني اللي بيمثل حجم أمر الشراء أو حجم أمر التوريد اللي هي الكمية الإقصادية عبارة عن بند الاحتياجات، عنصر من التلات عناصر اللي في التمرين، بند الاحتياجات على العمود الأولاني. إيه هو العمود الأولاني؟ عدد الأوامر. يطلع لي حجم أمر التوريد في كل مرة. خلاص كده؟ ده عملية سهلة جدا، دي عملية بسيطة. الاحتياجات الألف على عدد الأوامر في كل مرة يديني حجم أمر الشر. أظن مش أكتر من كده هنوضح، إحنا قلناها باستفاضة. طب العمود الثالث، العمود الثالث هخصصه لمتوسط المخزون. بدل ما تحسب كل مرة متوسط المخزون عشان أجيب تكلفة التخزين، ما أنا أجيبها في عمود واحد مرة واحدة للحالات كلها وأخلص. عشان تجيلي تكلفة التخزين يبقى البند ده جاهز، ده جزء أول من المعادلة. المعادلة فيها شقين، فيها متوسط المخزون والتكلفة السنوية للتخزين الواحد. طب ما هي جايبة لي في التمرين تكلفة السنوية للتخزين الواحد اللي هي 2. يبقى أنا أمسك العمود ده لازم أجيبه. عمود نمرة 3 اسمه متوسط المخزون. هو العمود ده عبارة عن إيه؟ عمود ده يا سيدي الفاضل، يا ابني الطالب، يا بنتي الطالبة، عبارة عن حجم أمر التوريد على 2. ليه؟ لأن بيبقى عندي مخزون أول المدة وآخر المدة، فرقمين 1 2، فأنا بقسم على 2 على طول. يعني حجم أمر، فين حجم أمر التوريد؟ ما هي يا ابني قدامك في العمود التاني. ده أنا لسه جايبه، ده أنا فعلا جايب حجم أمر التوريد في العمود التاني، اللي هي كمية الشير في كل مرة، اللي هي الكمية المناسبة للشير، اللي هي الكمية النموذجية للشير، اللي هي الكمية الأقصية للشير، ده كلها عندي في كل الحالات. طيب ما أنا خلاص أجيب في كل الحالات متوسط المخزون، يعني أعمل إيه؟ يعني يا ابني أمسك الحالة 1، حجم أمر التوريد كام؟ 1000، اقسمه على 2، اللي هو متوسط المخزون. هيجيلي متوسط المخزون؟ أيوه هيجيلك. حجم أمر التوريد في حالة 1 كام؟ 1000، طب اقسم كده على 2، 1000 على 2 هيديني 500، ده صح. صح فعلا. طب اجرب كده الحاله الثانيه. طيب يا سيدي، متوسط المخزون عباره عن حجم امر التوريد على 2. بص في الحاله الثانيه حجم امر التوريد كام؟ 500. اقسم كده على 2، 500 على 2 اداني 250. يبقى متوسط المخزون في الحاله الثانيه 250. طب هجرب بعد كده كل الحالات واشوفه هيديني ولا لا. طب الحالة الثالثة، حجم أمر التوريد اللي هي الكمية المناسبة كانت كام؟ 333. اقسمها كده على 2، ده طلعت 166 وبوينت بوينت كذا، احنا هنقول 166، هي بوينت 3 166. طيب هناخد رقم صحيح. طب اشوف الرابعة اجرب. طب الحالة الرابعة، متوسط المخزون عندك كام؟ هتجيبه ازاي؟ طب اشوف الحالة الرابعة بتقول لي حجم امر التوريد 250، اقسم كده 250 على 2 طلع 125. لا ده العملية بسيطة بقى وسهلة قوي، وانا ما عنديش حجة، ما متوسط المخزون قدامي. طب امسك الحالة العاشرة، حجم امر التوريد كام؟ 100. طب اقسمه كده على 2 اداني 50. ده انا في كل الحالات لو مسكت العمود التاني اللي هو حجم أمر التوريد وقسمته على 2 اللي هو المتوسط، متوسط المخزون على 2 هيديني متوسط المخزون. إذا العمود التاني، وعشان طالما متغلطش خدها بالمسمى، حجم أمر الشراء أو التوريد أقسمه على 2 يديني العمود التالت بالكامل بكل حالاته من حالة 1 لحالة 10.
يديني متوسط المخزون في جميع الحالات. هي الموضوع صعب؟ الموضوع مش صعب على الإطلاق، الموضوع سهل جدا قدامي. متوسط المخزون عبارة عن عمود حجم الأمر، وأنا لسه شارحة حجم الأمر هجيبه إزاي. أقسمه على 2 في كل مرة يديني متوسط المخزون، 1000 على 2 يديني 500، 500 على 2 يديني 250، 333 على 2 يديني 166، 250 على 2 يديني 175، 200 على 2 يديني 100، 167 على 2 يديني 83، وهكذا 100 على 2 هيديني 50. يبقى العمود ده بكل حالاته أنا جبته. أنا بشرح العمود من أوله لآخره رأسي علشان تفهم. تكرار، بكررك، التكرار يعلم الشطار، بكررك. ليه؟ عشان سيادتك بعد كده في الفاينل أو ما تيجي تحل هتمشي أفقي، عشان ما نضيعش وقت، عشان نشوف الحالة اللي عندها أقل تكلفة. إحنا لسه عند العمود رقم 3، أنا ساري لهم 1، 2، 3 اللي هو متوسط المخزون. متوسط المخزون هيبقى العمود رقم 3. نكمل مع بعض. طيب عايز احسب بقى تكلفة الشركة، عايز احسب تكلفة الشركة. من عندي ما شاء الله بقى عواميد زي الفل، لا كل بيانات موجودة فيه، وعندي لسه بيانات في التمرين. هو انا خدت تكلفة الشركة عبارة عن ايه؟ هي قالت ايه في المحاضرة؟ قالت تكلفة الشركة عبارة عن ايه؟ قالت لي عبارة عندي عنصرين، عنصرين حطهم قدامك واشتغل عليهم. ايه هما العنصرين؟ عدد الأوامر وتكلفة إصدار الأمر. طب يا ترى أنا عندي عدد الأوامر في التمرين ده؟ يا بيه، العمود الأولاني اللي هو عامل عليه بين قوسين 1. طب أنا عندي تكلفة إصدار أمر التوريد؟ هي جابتها لي جاهزة، هي قالت لي مش هغلبك، مش هديك أنت اللي تحسبها، أنا هجيبها لك جاهزة، اشتغل على طول. يبقى انا عندي هي كام؟ 100. طب ما البيانات قدامي اهي، عندي عمود عدد الاوامر، وعندي في البيان بتاع التمرين تكلفه توريد الوحده او تكلفه اجراءات التوريد اللي بختصرها في تكلفه اصدار امر الشراء او امر التوريد. 100. اقدر اجيب تكلفه الشراء بمنتهى السهوله، زي ما هتجيب 5 كيلو برتقال والكيلو ب 10 جنيه. 5 × 10 = 50، هتجيب 2 كيلو تفاح والكيلو ب20، 2 × 20 = 40. هو كده يا ابني، عملية تافهة جدا 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 وبسيطة جدا. أنا عندي عدد أوامر الشراء كام؟ موجودة في العمود الأولاني. طب تكلفة إصدار الأمر كام؟ موجودة في التمرين 100. نمسك حالة حالة. الحالة الأولى عدد الأوامر كام؟ 1 في 100، إدتني 100. الحالة الثانية عدد الأوامر كام؟ 2، اضربها في 100 تديني 200. الحالة الثالثة عدد الأوامر كام؟ 3، اضربها في 100 بقت 300. الحالة الرابعة عدد الأوامر كام؟ 4، اضربها في 100 400. الحالة الخامسة عدد الأوامر كام؟ 5، اضربها في 5، اضربها في 100 تبقى 500. الحالة الستة عدد الأوامر كام؟ 6، وتكلفة إصدار الأمر كام؟ 100، 6 × 100 ثم ب600. الحالة السابعة عدد الأوامر كام؟ 7، وتكلفة الأمر كام؟ 100، 7 × 100 و700. آخر حالة عدد الأوامر كام؟ 10، العشرة دي تكلفة إصدار الأمر كام؟ 100، 10 × 100 ب1000. هذه القصة. يبقى عدد الأوامر في تكلفة إصدار الأمر يديني تكلفة الشراء. عملية بسيطة جدا. نيجي للعمود رقم 5، نحسب تكلفة التخزين. تكلفة التخزين قلت فيه عنصرين مهمين فيهم، هما التكلفة السنوية لتخزين الوحدة، وجاية لي في التمرين تحت بند تكلفة احتفاظ الوحدة، الوحدة تخزينيا كان 2 جنيه. قلت احنا هنختصر، هنتكلم على طول ونقول في العمود رقم 5 تكلفة التخزين على طول كده، مش هنحط بيانات كتيرة تفصيلية مش هنحط. طيب
العمود ده فيه بندين مهمين قدام. ايه هو البندين؟ قلت لك لازم نحسب متوسط المخزون. تقولي عشان كده حطيتيلي العمود رقم 3 اللي هو نحسب فيه متوسط المخزون. ايوه يا بي، علشان اوفر عليك وقت كل مره في كل حاله تقعد تحسبه. ليه؟ احسبه مره واحده. عمود قدامي اهو، حجم الامر على 2، حسبناه وجايز قدامي. متوسط المخزون في الحاله الاولى 500، في الحاله الثانيه 250، في الحاله الثالثه 166، في الحاله الرابعه 125، في الحاله العاشره 50. ادي متوسط المخزون وشرحته ولسه قايله دلوقتي. لسه قايله متوسط المخزون عندي. طيب وايه التاني؟ العنصر التاني اللي انا هحسب بيه تكاليف التخزين. الوحده الواحده بتكلفني كام في السنه؟ بتكلفني يا ابني 2 جنيه قايله لك في التمرين. وقلت لك التمرين ايا ما كان فيه من بيانات ركز على الثلاث بيانات دول: احتياجات، تكلفه اصدار امر، تكلفه التخزين وحده سنويه بس. وهنعمل بيت جابه. طب ناخد البند اللي هو خاص بالتكلفه السنويه لتخزين الوحده 2 جنيه. نمسك العمود بتاع متوسط المخزون في حاله حاله ونضربه في 2 جنيه. متوسط المخزون في الحاله الاولى كان كام؟ 500. وتكلفه تخزين الوحده كام؟ 2. اضرب يا ابني 500 في 2 زي والله بتوع اولى ابتدائي بالظبط كده. 500 في 2 ب 1000. طب الحاله الثانيه متوسط المخزون كام؟ احنا لسه شارحينه وجايبين 250. وتكلفه تخزين الوحده كام؟ 2. 250 في 2 500. طب الحاله الثالثه متوسط المخزون كام؟ 166. طيب وتكلفه تخزين الوحده كام؟ 2. يبقى 166 في 2 333. لغايه امشي في الجدول ده لغايه الحاله الاخيره العاشر. متوسط المخزون كام؟ 50. طيب تكلفة سنوية لتخزين الوحدة كام؟ تكلفة سنوية لتخزين الوحدة كام؟ تكلفة سنوية لتخزين الوحدة 2 جنيه. يبقى 2 في 50 100. ادي تكلفة التخزين. عبارة عن عمود متوسط المخزون في البند اللي عندي في التمرين. الوحدة بتكلفني 2 جنيه في تخزينها سنوي. خلصنا. بضربهم في بعض. يديني العمود رقم 5 اللي هي تكلفة التخزين. عملية بسيطة جدا جدا جدا. من أسهل تمارين الكمية الأقصية التمرين ده. طيب. عايز أحسب بقى التكلفة الكلية عشان أحدد الكمية الأقصية. عشان أحسب التكلفة الكلية ده أنت لو كنت معايا في أول محاضرة وربعها ونصها وآخرها، التكلفة الكلية عبارة عن تكلفة الشراء والتخزين معا. طب هو فين تكلفة الشراء وفين تكلفة التخزين؟ ما قدامي أهو العمود رقم 4 في تكلفة الشراء، والعمود رقم 5 في تكلفة التخزين. اجمعهم يا ابني، اجمعهم على بعض. 100 زائد 1000، الحالة الأولى 1100. 100 زائد 500. 200 زائد 500. 200 زائد 500 اداني 700. طيب الحالة التالتة كان عندي كام؟ 300 زائد 333 يبقى 633. طب الحالة الرابعة عندي متوسط المخزون 125 لكن تكلفة الشراء 400 وتكلفة التخزين 250. 400 زائد 250 اداني 650. ايه ده؟ ده التكلفة ابتدت ترتفع. وانت بتحل في الفاينل وقف. اول ما التكاليف تبتدي ترتفع معاك وقف الجدول عشان ما تضيعش وقت. وقف الجدول. ليه؟ لان التكاليف لو بسيط جايه بعد كده كلها ترتفع ترتفع اهي. 500 زائد 200 بقت 700. في الاخر خالص العشره 1000 زائد 100. يا خبر ابيض، وصلت ل 1100 زي اول حاله. لا، اول ما التكلفه تبتدي تزيد في الجدول هنبتدي نوقف الشغل. ليه؟ مفيش داعي نضيع وقت، ما التكلفه ابتدت ترتفع. ابص بقى في الجدول كله. ايه الحاله
اللي عندها أقل تكلفة كلية. بقول المرة العشرة. ده الحالة الثالثة. التكلفة عندها ايه؟ 633، قبليها اعلى 700 وتحتيها اعلى. الحالة دي تكلفة الشراء والتخزين فيهم ايه؟ اقرب حالة للجدول. تكلفة الشراء والتخزين قريبة جدا 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 من بعضها، هي الحالة دي 300 و333. فوقها في تدين كبير بين تكلفة الشراء والتخزين، وتحتها في تدين كبير بين تكلفة الشراء والتخزين. ده الحالة حالة نفسها. ايوه حالة نفسها. ليه؟ تكلفة التخزين 333، تكلفة الشراء 300، التكلفة الكلية 633. طب عدد الأوامر كام؟ عدد الأوامر 3. دي حالة نفسها. طب الكمية الأقصدية المناسبة للشراء في الحالة كام دي؟ الكمية الأقصدية 333. أنا عايز أحذرك، خلي بالك، عشان عندك في العمود التاني والعمود الخامس الأرقام شكل بعضها بالظبط، أوعى تفتكر إن ده يبقى زي ده. ده أنا عشان نوع الأرقام اللي إديناها جابت الحل كده، لكن إحنا نحسب بالمعادلات وبالحساب الرياضي زي ما شرحناه بالظبط، مش زي ما الأرقام طلعت قدام ده بالصدفة، الأرقام طلعت كده. يبقى أنا عندي الحالة محلولة، عدد أوامر الشراء المناسب 3 أوامر، الكمية الأقصدية اللي هشتريها في الأمر الواحد 333، تكلفة الشراء قريبة من التخزين ما بين 300 و333، التكلفة الكلية أقل تكلفة كلية ممكنة هي 633. طب ويقضي الغرض بتاعه. عايزين نمثل الكلام ده في شكل بياني زي ما شرحته من شوية. هنعمل منحنى تكاليف شراء صاعد من اليمين لل، يعني من أقصى اليمين للشمال، منحنى تكاليف الشراء صاعد، ويقابله هنعمل منحنى تكاليف تخزين هابط نازل من أقصى اليمين لأقصى الشمال. تقاطع الاتنين هننزل منه عمود ونكتب عليه الكمية الأقصدية اللي هي 333 اللي طلعت في الجدول. نكتب هنا 333 اللي طلعت في الجدول. عند نقطة التقاطع بين تكاليف الشراء، منحنى تكاليف الشراء ومنحنى تكاليف التخزين، نرسم خط كده أفقي على محور التكاليف ونكتب قدامه ما بين كان 300 و333، ما بين 300 و333. بعد كده نرسم منحنى التكلفة الكلية، عند ذراعين، واحد يمين بيقابل منحنى تكلفة التخزين، واحد شمال هيقابل منحنى تكلفة الشراء، ونجمعهم على بعض كده زي الطبق كده نجمعهم. آخر قاع منحنى التكلفة الكلية نكمل العمود كده من نقطة التقاطع، هيحدد لي التكلفة الكلية للشراء والتخزين مع بعض. يعني نقطة التقاطع دي هي اللي حددت لي الكمية الاقتصادية. نقطة التقاطع حددت لي الكمية الاقتصادية. لكن لما اعمل منحنى تكلفة الكلية، الجانب اليمين منه بيناظر او يوازي منحنى تكلفة التخزين، والجانب الشمال منه بيوازي منحنى تكلفة الشراء، واقفلهم كده على بعض زي الطبق ما احنا شايفين كده، اخر نقطة، اصغر نقطة، اقل نقطة، اخفض نقطة في قاع منحنى التكلفة الكلية هيقابل نقطة التقاطع اللي هي عند 333 كمية الاقتصادية. يبقى دي التكلفة الكلية. اما ارسم منها خط افقي يوازي محور الكميات ومشي على التكاليف، هيبقى ده التكلفة الكلية، والتكلفة الكلية عندنا 633. وكده يبقى التمرين بيانيا ورياضيا خلصنا. اخر نقطة هتناولها هي ازاي استخدم المعادلات الجبرية في تحديد الكمية الاقتصادية او المناسبة للشراء. في عندي معادلتين، معادلة بالكمية ومعادلة بالقيمة، وما تغلبش نفسك، بيانات التمرين هي اللي هتحكمك في استخدام المعادلة الأولانية أو المعادلة التانية. بيانات التمرين هي الفيصل، مش حاجة تانية أبدا، بيانات التمرين. المعادلة الأولانية بتقولي كاف، كاف يعني إيه؟
كاف يعني كمية الاقتصادية للشراء، وعين يعني عدد أوامر التوريد. يبقى عارفين من دلوقتي، كاف الكمية الاقتصادية للشراء، عين عدد أوامر التوريد. وبقول ما تقعدش تبحث في نفسك وراسك وتغلب نفسك والتمرين جاي لك في الفاينل وتقول استخدم دي ولا ما استخدمش دي. البيانات بتاعة التمرين هي اللي تحكمك. طب نشوف البيانات اللي قدامي. البيانات بتاعة التمرين بيقول لي ايه؟ انا عندي احتياجات سنوية 3000، وعندي تكلفة اصدار توريد 5، وعندي تكلفة سنوية لتخزين الوحدة 3، ومديك بيانات اخرى، بيانات اخرى تانية كتيرة قوي، تكاليف ثابتة للشراء، كمية مخزون، كمية طوارئ، مخزون امان، مديك بيانات كتيرة، تكاليف تلف، تكاليف تقادم، تكاليف نفاذ، مديك بيانات كتيرة. بس اهم ثلاث تمارين، اهم ثلاث نقط في المعادلة دي هي تكلفة اصدار امر التوريد اللي انا حطها، واجمالي الاحتياجات السنوية، والتكلفة السنوية لتخزين الوحدة. دول التلاتة مفيش غير. لو البيانات دي بس قدامي استخدم المعادلة دي، ايوه استخدم المعادلة دي وما توجعش راسك استخدم الكمية ولا القيمة. انا عندي البيانات دي بستخدم المعادلة دي. طب ماشي. اتنين اللي انت كاتباها، اتنين دي عمليات حسابية. بدل ما نقسم على مرة تالتة على اتنين اللي هي متوسط المخزون، رياضة بتقول نرفعها لفوق ونضرب في اتنين، يبقى اتنين في الاحتياجات السنوية في تكلفة إصدار أمر التوريد على التكلفة السنوية لتخزين الوحدة، أو اتنين في تكلفة إصدار الأمر في الاحتياجات السنوية، رتبهم زي ما أنت عايز، على التكلفة السنوية لتخزين الوحدة. يعني إيه؟ يعني البسط فيه ثلاث نقط مهمين جدا، ثلاث عناصر مهمين، لو نسيت اتنين المعادلة خلاص. اتنين اساسية، اساسية، واستخدم التلات بيت، ما هو التلات بيات يا ابني استخدمناهم اهو، استخدمنا في البسط تكلفة اصدار الامر والاحتياجات السنوية، وفي المقام استخدمنا بند التكلفة السنوية، حطهم كده تحت روت، يعني الجذر التربيع. من غير الجذر التربيع المعادلة غلط. نترجمه، كاف اللي هي الكمية الاقتصادية، ترجم حط الروت، الجذر التربيع، اتنين بتضربها في ايه؟ في 3000 الاحتياجات السنوية، قلت لك رتبهم زي ما انت عايز. يبقى 2 في الاحتياجات السنوية، في ايه كمان؟ في تكلفة إصدار أمر التوريد اللي هي 5، على ايه؟ على 2 أو 3 اللي هي التكلفة السنوية لتخزين الوحدة، جاية لي هنا 3، 3. يبقى 2 في 3000 في 3 على 2، دي متوسط المخزون بدل ما اقسم على تحت النمرة كام؟ 3000 دي الاحتياجات السنوية، مضروبة في 5 تكلفة إصدار أمر توريد، على 3 التكلفة السنوية لتخزين الوحدة، استخدمت التلات بيانات. أنت بقى رياضيًا لازم كالكوليتر في الروت عشان تطلع الروت، صفي المعادلة اقسمها الأول، اقسمها هيطلع تحت الروت 10000، صفي المعادلة وبعدين هات الروت من طبعا لازم يبقى معاك كالكوليتور في الفاين، لازم ما تقعدش تستلف وتقول عايز ومش عايز، لان ده هيضيع وقت، ده انا بوفر لك الوقت وبجيب لك بيانات جاهزه، يبقى انت هتضيع الوقت تقول فلان هيديني كالكوليتر وفلان مش هيديني، لا الكالكوليتر بتاعك معاك، هاته معاك، هاته معاك، الكالكوليتر بتاعك هاته معاك، هاته معاك. خلاص اداني عدد الاوامر. طب انا عايز اداني الكميه الاقصائيه، طب انا عايز اجيب عدد الاوامر. عايز اجيب عدد الأوامر، عدد الأوامر عبارة عن الاحتياجات اللي هي 3000 على 100 اللي هي الكمية الاقتصادية. تاني عين عدد الأوامر هيساوي 3000 اللي هي الاحتياجات السنوية على الكمية اللي احنا لسه مطلعينها، الكمية الاقتصادية اللي هي 100، يديني عدد أوامر الشراء أو التكلفة. المعادلة التانية، المعادلة التانية العددية دي هي برضو كاف بتساوي كاف الكمية الاقتصادية 2 اللي هي المتوسط في معدل الاستخدام الثانوي. ما معدل الاستخدام الثانوي هي الاحتياجات السنوية بس بالكمية،
معدل الاستخدام السنوي؟ هي الاحتياجات السنوية. فلو أقول لك الاحتياجات السنوية أو أقول لك معدل الاستخدام السنوي زي بعض، أنا بقولها هو أنا بعد وهقولها في المحاضرة، معدل الاستخدام السنوي هي الكمية الأقصائية، بضربها في إيه؟ في تكلفة إصدار أمر التغيير. تقولي الله ده البسط واحد. أيوه يا ابني البسط واحد، المعدتين البسط واحد، الاختلاف في المقام. في المعادلة الأولى المقام تكلفة تخزين الوحدة، في المعادلة الثانية المقام بندين، سعر الوحدة ونسبة تكلفة التخزين، والاثنين هديهم لك في التمرين. هدي لك سعر الوحدة وتكلفة التخزين. سعر الوحدة ونسبة تكلفة التخزين. في التمرين اللي قدامي ده أنا مدياك الاحتياجات السنوية 10,000، ومدياك بيانات كتيرة، بيانات كتيرة، كتيرة. أنا مش هستخدم إطلاقا جوه هذه المعادلة إلا بيانات المعادلة بس. المعادلة بتقول لي أنا عايز معدل الاستخدام، وعايز اللي هي الاحتياجات، ما أنا جايبها لك بالاحتياجات لأني لسه معرفها، وعايز تكلفة إصدار أمر التوريد، وعايز نسبة التكاليف في الصنف ده، وعايز سعر الوحدة. يبقى طب ما أنا نقيهم بقى، أجيبهم أطلعهم من التمرين. كاف كمية الأقصدية. اوعى ننسى الجذر التربيع، الروت، حطه الجذر. اتنين اللي هو متواصل مخزون، لو نسيت اتنين التمرين هيبقى غلط، مش هيطلع حاجه غلط. اتنين في معدل الاستخدام السنوي اللي هي الاحتياجات اللي انا جايبها لك ب 10,000. في ايه؟ تكلفه اصدار الامر. تكلفه اصدار الامر قدامك في التمرين 6. ده البسط واحد فعلا. اتنين في الاحتياجات في تكلفه اصدار الامر. يبقى 2 في 10,000 في 6 على بندين. هل هم موجودين في التمرين قدامي؟ يبقى المعادله دي اللي بتستخدم. جايب لي نسبه تكلفه التخزين 30%. يبقى البسط واحد، المقام هيختلف. المقام في نسبه تكلفه التخزين وفي السعر. نسبه تكلفه التخزين 30 والسعر كام؟ 2. يبقى على 30% في 2، صفي البسط والمقام الاول مع بعض، وبالروت هيطلع لك الكميه الاقصائيه، لازم بالكالكوليت تطلع 450. طب عايزه عدد الاوان، عايزه عدد الاوان. قلت في التمرين الاولاني وهقول تاني، عدد الاوان عباره عن الاحتياجات السنويه او معدل الاستخدام السنوي على الكميه النموذجيه او الاقصائيه او المناسبه للشركه. في تمريننا ده الاحتياجات 10,000 اللي هي معدل الاستخدام السنوي، سنوي سنوي. الكميه طلعناها 450، 10,000 على 450 ادالك عدد الاوان. يبقى احنا في الكميه الاقصائيه للشراء ملتزمين بطريقتين، الطريقه البيانيه الرياضيه والطريقه الجبريه. والطريقه الجبريه فيها اتنين روتس، اتنين جذر تربيع، واحد بالكمية والقيمة. قلت لك ما تغلبش نفسك، شوف بيانات التمرين وخد المعادلة اللي بينطبق عليها البيانات وطبقها، وانا طبقت لك المعادلة دي. اتمنى ان انتوا تكونوا بالعرض التفصيلي اللي قلتهم لك ده رياضيا تكون التحديد الدقيق للكمية المناسبة للشراء وصل ليكم. وكده المحاضرة الستة كلها خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.